شكرا لكم. تعرف انه نجاحك ممكن يكون سبب فشلك؟ طيب تعرف انه ممكن يوقفك للابد؟ بدل ما يبنيك يهدمك، بدل ما يقدمك يرجعك مراحل لورا. كان يوم موتر بالنسبه لطفله في اولى اعدادي بتستنى النتيجه. بعد سنه كانت عباره عن مدرسه وبيت، وبيت ومدرسه. ولما رحنا اخذناها اذن تفاجأ اني مش بس جايبه معدل عالي، لا انا طلعت الاولى على الصف كمان. وقتها شفت في عيون اهلي نظره الفخر والسعاده. انبسطت معهم وانبسطت علشانهم، وكنت حابه من كل قلبي اخليها للابد. كان هذا اولى نجاحاتي في حياتي وانا بوعى على الدنيا. في السنه اللي بعدها في طريقي الى المدرسه على درج بيتنا وقفت، صفنت، تملكني شعور جديد وسيء، حسيت بالخوف والمسؤولية تجاه مستوايا. علامات السنين الجاية كانت مصفوفة قدامي، هل حنزل؟ هل حطلع؟ هل حضل نفس النظرة؟ أول يوم بالفصل الثاني بأول إعدادي دخلت المعلمة على الصف تسأل السؤال المعتاد، مين منكم طلعوا الأوائل على الصف؟ وهان كنا نرفع إيدنا بقوة أقصى ما يمكن نقول إنه إحنا، تحفظنا منيح عشان تختارنا عارفات على الواجب والدفاتر. مش مهم مين أنا ولا شو بعرف أعمل، المهم قديش معدلي. صرت معلمة بعمر 12 سنة أشوف مين ما عمل الواجب وأخذ الدفاتر معي على الفرصة أصلحها. ما كنت أطلع أكل سندويشي مع صحباتي وأقعد على بنكي وحوالي كومة هالدفاتر وجنبها كتابي براجع فيه وأتوقع كل الأسئلة اللي حتفوت المعلمة تسألهم. بعد ما أتوقعهم أدرسهم منيح وأحفظهم بصم عشان أهم إشي ما أكل بهدلة. كنت مرات أروح على البيت بشنتتي مصروفي وساندويشي، تيجي ماما تسألني ليش ما أكلتي؟ أقولها فيش وقت. ما بلوم المعلمات إنهم كانوا يوزعوا علينا شوية مسؤوليات، بس بلومهم على نظرتهم لإلنا كجرد العلامات، بينسوا إحنا أطفال وحابين نجري ونضحك وناكل ونلعب. صح لو إنك تجيب معدل عالي، بس المش حلو إنك تحبس حالك فيه. خلال دراستي في هاي المرحلة كنت بلاحظ كتير مواقف بتصير بالمدرسة ما كنت أفهمها، زي مثلا أسئلة على علامات البنات أو تغير معاملة معلمة لبنت على حسب معدلها أو حتى انهيارات لحظية عشان أكمل علامة. بس كوني رام المشاهدة الهادية ما كان يهمني كل هاي اللخمة. بعدها خلصنا إعدادي، المرحلة اللي كنت مفكراها صعبة بس هلأ بحكي إنها كانت من أحلى مراحل حياتي، لأنه لما رحت ثانوي اكتشفت إنه الوضع مش حيضل سهل، مش حينفع أضل أعيش وأتعايش بنفس الطريقة، لازم أكبر ولازم مخي يكبر. رغم اللي كانت لازم تتغير ولازم تتعرف أكتر على العالم اللي بيصوروا لنا إياه إنه موحش، لازم أتعرف على الناس، على الأماكن، على الشوارع، على الأفكار، لازم أطلع ولو شوية من القوقعة على اسمها لحالي على أمل لأكمل مسيرتي بنجاح. الوضع وقتها ما كان بيساعدني أتحدى الجزء الانطوائي اللي فيها، بالعكس إجت كورونا شجعني أكثر أضل بقوقعتي. بعدين الجائحة طولت الزيارة شوي، واللي كان عن بعد صار وجاهي ورحنا على المدرسة بعد كمية من الانغلاق وعدم الاختلاط بالناس، لأنه صار لازم ننزل ونتعامل مع الواقع. بس هالمرة واقع جديد، مدرسة جديدة، صف جديد، مش من الأشياء المحببة إلي أبداً. واللي زاد الطين بلة إنها مش أي مدرسة، لا هي مدرسة كلها متفوقين. أولها ما كان فارق معي، ما كنت حاسة حيكون فيها الاختلاف العظيم، إيش يعني كلها مدرسة؟ بس بعد ما قضيت شوية وقت اكتشفت إني غلطانة. لحظة وأنا بالصف وبطلع على كل إشي حواليا أنا مش عارفة وين الله حاططني. وقتها عرفت اني دخلت على مرحلة جديدة، مرحلة مطلوب مني فيها اكون اوعى. كان الخيار اما حيأس او حشد على حالي، وكنت بستبعد افكر بالخيارات لانه التفكير كان حيضرني اكثر ما ينفعني. وانشغلت بالدراسة والامتحانات والكويزات، كنت مرات اكسل وما ادرس، ومرات احس حالي حسقط في اجري الحق حالي. المهم احافظ على معدل ممتاز.
كانوا أهلي يقولوا لي أدرسي أعملي اللي عليكي والتوفيق بإيد ربنا، بس أنا ما كنت أتقبل أجيب علامة مش متعودة عليها أو ما أعرف أجاوب على كم أسئلة كبير حبتين، بس عادي على القليلة هاي شغلات بقدر أعدلها، القصة وما فيها أعرف كيف أفكر وشو أعمل. مع إنه مبين علي هادية، بس كل شخص في جواته صراعات ونقاشات ما حد بيعرف عنها إلا هو. كان في صوت جوا راسي بيسألني زي الأسئلة، هل حنجح؟ هل حفشل؟ هل حضل؟ هل حنقل؟ هل أنا أقل؟ هل أنا أكثر؟ والموضوع ما وقف على قد المدرسة، لأنه زي ما راما بتحكي الحياة مش بس مدرسة، خطط إني أتعرف على العالم صارت قيد التنفيذ، وانفتحت على ناس وأفكار ومجتمعات أكثر، وانضميت بدورات ونشاطات مختلفة، بس برضو نفس الحال، يعني زي الطفل الصغير اللي مسكوه ورموه في البحر هو حاسس حاله بيغرق بس مش عارف إنه لسه على الشط. في هاي المرحلة مريت بضغط سواء بيني وبين نفسي إثر المجتمع وإثر نفسي، أو حتى ضغط خارجي عشان كمية الشغلات اللي راما لازم تسويها، برغم إنه أهلي وأصدقائي كانوا من الداعمين إلي دائما، بس المشكلة ما كانت في الناس، المشكلة كانت فيا أنا. فترات إحباط أكره أحس فيها لأني مش متعودة، أكره أحس إني مش عارفة، أكره أحس إني مش قادرة، أكره أحس إني ممكن أعترف إني ما عملت ممتاز هان، وأكره إني حاسة بكل هاي المشاعر. أفكاري ومشاعري وقتها ما كانت بتوديني إلا لدوامة، دوامة بتمنعني أتقدم، تمنعني أحاول حتى لو حاولت، تمنعني أآمن إنه ممكن. ساعتها الحل المنطقي الوحيد كان إني أستسلم للواقع عشان أبطل أحس بكل المشاعر السلبية هاي، وأدي زمام الأمور لعقلي. أنت بموقف ومش راح يتغير، لازم تكملي، لازم تكملي وأنت نفسيا أحسن. وكملنا وفكرنا وصرعنا أنفسنا قبل ما نصارع المجتمع، جاوبنا أسئلة ما كنا حابين نجاوبها بس كان ضروري، واكتشفت إني كنت محبوسة بحدود وهمية، حدود لا أنا صنعتها ولا أنا فكرت فيها، حدود تمنعني أغلط، أزعل، أحبط، أفشل، حدود مخي كان حاططها علشان يحميني، بس بطلت شغالة مع المرحلة الجديدة، مرحلة من التقبل والمعرفة، تقبل فشلك قبل نجاحك، تقبل إحباطك قبل شغفك، تقبل ضعفك قبل قوتك. وأصل كل إشي معرفة نفسك، عشان أهم إشي تعرف في الدنيا إنك مقدر، إنه قيمتك ما بتحددها حدود وهمية، إنه عادي لو فشلت، عادي لو زعلت، عادي لو أحبطت، هذا بعمره ما بيحدد مين أنت ولا قديش قيمتك. تعلمت إن لازم أقف مع نفسي وأفكر لنفسي، أحط حدودي ومفاهيمي، شو يعني النجاح بالنسبة إلي وشو يعني الفشل، مين أنا كيف أفهمها. النجاح بالنسبة إلي كان التقبل والسعي، إني أعرف ضعفي وما أحاربه، أقويه، إني واثقة إنه كل إشي بإيد ربنا، إنه ما خلقنا عبثا، إني مستمرة وإني قيمة. حابة أحكي لكل الأهالي، علموا أولادكم إنه في مدرسة غير المتعودين عليها، مدرسة جوانا فيها أماكن وفيها صفوف، العقل والقلب هاي برضو فصول مهم نحضرها ونتعلمها، مهم نعرف مين إحنا نفهمها ونعبر عنها. مش شرط ابنك يجيب المعادلة اللي بدك إياه علشان توجيه حبك، بالعكس قل له كل إشي بإيد ربنا، وإحنا علينا التوكل والعمل. حابة أحكي لكل حد فيكم، إجا خطوة لورا، وقف، افهم شو بيصير معك وليش هيك أنت حاسس. مرات المشاغل بتاخذنا وما بنحس بحالنا، ولحظات الفشل واليأس الصغيرة بتتجمع لتكون جبل تقيل، جبل مش مفروض يكون موجود، جبل أنت بإيدك تزيحه. إحنا مش مجرد علامات ومراحل، إحنا بشر، فينا الحب، فينا الكره، فينا الغضب، فينا الرضا، فينا القوة وفينا الضعف، فينا أشياء حابين نجربها وفينا أحلام حابين نعيشها، فينا لحظة ضعف دائماً بنخفيها ولحظة قوة بكل قاعدة بنحكي عنها، فينا الطفل الصغير اللي كل همه ينبسط، فينا الحد المسؤول اللي بده كل اللي بيحبهم يكونوا بخير، فينا الحالم اللي بيقعد وبيشتغل، فينا الكسول اللي قرر هالأسبوع يرتاح. بدي أذكر حالي وأذكركم كل يوم إنه قيمتنا كإنسان ما بتحددها علامات ولا نجاحات معينة، قيمتنا أكبر بكتير من مجرد حدود غلط. شكراً لكم. شكراً.